نفسك تبقى مليونير ومش عارف السكة ازاي وفاكر ان الموضوع صعب؟ الحقيقة البنوك حلتها لك وهتخليك مليونير في ظرف 3 سنين بس. كل اللي عليك انك تقدم على شهادات المليونيرات واللي بتقدمها البنوك للعملاء المصريين، وشروطها سهلة وبسيطة وهنقول لك عليها في الفيديو ده تقدم عليها ازاي. معاك قرشين وشايلهم للزمن وخايف عليهم تقل قيمتهم لا قدر الله او يضيعوا لاي سبب، وعايز تأمن نفسك وبرضه خايف تحط فلوسك في مشروع ويخسر بسبب القلق اللي ممكن يحصل في سعر الصرف، وفي نفس الوقت بتفكر بطريقة رواد الأعمال وحابب انك تستثمرهم يمكن ربنا يكرمك وتبقى مليونير. الحقيقة ده مش حلم بعيد، وده لانه هيتحقق لو اشتريت شهادة من شهادات المليونيرات اللي موجودة في السوق وبيقدمها كتير من البنوك، وبيضمنوا ليك بالشهادات دي عائد كبير يخليك تأمن مستقبل عيلتك وانت مطمن. والبنوك دي هي مشهورة وموجودة في السوق واسمها كبير ومعروف، منهم مثلا بنوك زي بنك التعمير والإسكان والبنك التجاري الدولي CIB والقاهرة وأبو ظبي الأول، واللي بالفعل أعلنوا عن تقديم شهادات ذات أجل 3 سنوات للمليونيرات بأسعار فايدة مرتفعة على الجنيه. بس خد بالك أنت مش عشان تشتري بس خد بالك أنت عشان تشتري أي شهادة من الشهادات اللي بتطرحها البنوك اللي قلنا عليها لازم تحقق شرط مهم جدا، وهو أنك تشتري بحد أدنى 1,000,000 جنيه أو 2.5 مليون جنيه، وأوقات الحد الأدنى بيوصل لـ3 مليون جنيه، وكل بنك وليه نظامه وانت ليك حرية الاختيار. وفي البداية من البنوك الحكومية عندك بنك التعمير والإسكان، واللي أعلن عن تقديم الشهادة الثلاثية للعائد الثابت الماسية، واللي بيوصل سعر الفايدة بتاعها لـ 19.75% سنوياً، والعائد بتاعها بيصرف شهرياً، والحد الأدنى لشراء النوع ده من الشهادات بيبدأ من 3 مليون جنيه ومضاعفات الـ 100,000 جنيه. ومن بنك التعمير والإسكان بنروح معاكم للبنك التجاري الدولي، واللي أعلن عن طرح الشهادة الثلاثية للعائد الثابت اللي بيطرحها تحت اسم بريميوم بسعر فايدة 18%، وحدد البنك بيع الشهادة من أول 1,000,000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات 1,000 جنيه. ولو أنت عميل في بنك القاهرة فعندك فرصة مميزة جدا، وده لأنه أعلن عن طرح شهادة ثلاثية للعائد الثابت ووصل سعر الفايدة للشهادة 19% سنويا، وبيصرف العائد شهريا، والحد الأدنى لشراء الشهادة بيبدأ من 1,000,000 جنيه. وأخيرا بنروح معاكم بنك أبو ظبي الأول، واللي أعلن عن طرح شهادة ادخار أجل 3 سنوات للعائد الثابت إليت، مسجل سعر الفايدة السنوي للشهادة 18% ذات العائد الشهري، بشرط إن الحد الأدنى لشراء الشهادة ما يقلش عن 2.5 مليون جنيه. ولو أنت بقى معاك قرشين على جنب والفلوس قليلة وعايز برضو تستثمر في الشهادات، فتقدر برضو تشتري شهادات ادخار من نفس البنوك اللي قلنا عليها، بس الأسعار بتبدأ من أول 1,000 جنيه بس كحد أدنى للشراء، وانت بقى عليك تفكر وتختار الاستثمار في الشهادة الانسب ليك. ودلوقتي لو معاك 1,000,000 جنيه هتفكر تستثمرهم ازاي؟ وهل شايف ان الشهادات افضل استثمار يحافظ عليهم ولا لا؟